وفي إطار الزيارة اجتمعت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع السيد زانغ هيو الرئيس التنفيذي لشركة سينوشور الصينية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين في ظل نجاح التعاون الحالي في تنفيذ مراحل مشروع سترا الإسكاني بالتنسيق مع شركة CMEC الصينية. كما تم استعراض أبرز مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى متطلبات المرحلة المقبلة بعد إبرام عقود تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع مع الشركة المنفذة. كما تم التركيز على الفرص الاستثمارية في مجال توفير الخدمات الإسكانية بالمملكة، وخاصة عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يتيح تنفيذ مشاريع إسكانية بأسعار تتناسب مع قيمة التمويلات التي توفرها الوزارة للمواطنين. اليوم أنا سعيدة جدا بتوقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثالثة لمدينة سترا الإسكانية بالتعاون مع شركة CMEC الصينية، وهذه المرحلة تعد المرحلة الأكبر من ضمن مراحل تنفيذ هذه المدينة. وطبعا هذه الاتفاقية بموجبها بيتم تنفيذ 1269 وحدة سكنية بإذن الله شاملة البنية التحتية. وطبعا هذه الاتفاقية جاءت استكمالا للنتائج الإيجابية لزيارة الدولة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية في شهر مايو الماضي، واللي الحمد لله فتحت لنا آفاق جدا كبيرة للتعاون البحريني الصيني في مختلف المجالات، وطبعا أكيد أهم مجال هو مجال الإسكان. طبعا هذه المرحلة الثالثة بإذن الله بتتكون من مجموعة من الوحدات السكنية اللي بتشمل البنية التحتية بالإضافة إلى جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واللي بإذن الله بيتم البدء فيها خلال المرحلة أو الربع الأول من العام 2025، وإحنا نتطلع إلى هذا التنفيذ بقيادة وتوجيه سمو العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. Just now I have a very nice meeting with Her Excellency. سعيدين جدا بالاجتماع مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تحدثنا خلال الاجتماع عن التعاون في الحاضر والمستقبل لتنفيذ مشروع سترا الإسكاني الذي سيحقق المنفعة الاجتماعية. وإن سعادة الوزيرة قد أبدت اهتماما وأعطت دافعا لشركة CMEC، ونحن سنعمل يدا بيد وسندعم المشروع في المرحلة الثانية والثالثة.